شو بعمل لك انا؟ شو بعمل لك؟ شو بعمل لك؟ طيري بعمل له ضحك تحت مظبوط بيعملني بتعرفي ليه؟ لانه فعلا هذه الجقره عملت لي مشكله بحياتي بين التكبر وبين الخجل ما عم يقدروا يقفلوا. لا ما شاء الله ايه انا خجول انا شخص خجول وبعدين انه زعلان مبسوط يعني بوكر فيس ما بتقدري تفهمي. طيب باسم ورد شهرتها كثير كبيره بضايقك اوقات يقولوا ورد وجوزة؟ اذا صحافه الصحافه لا ما عندي مشكله لانه بعرف اذا ناس اذا اجاها دعوه لورد وزوجها صارت مثلا على فكره صارت قبل ما نتجوز اكيد ولا لان ما كنا تجوزنا يعني صارت بمره بدنا نروح نتعشى بمحل بنحبه يعني قلت لها تلفني انت واحجزي لانه ما في محلات بركع اسمك بيحجزوا لنا نستفيد من شهرتها فتلفنت وفعلا زبطت يعني وشيروا لها الطاوله هي الطاوله المخبيه على طول عرفتي كيف اجت الطاوله عظيم نسيت يا قبل ما نروح يا نحن وهونيك عرفت انه الطاوله كانت باسمها ورجعت على البيت هيك بس مش ذنبها ما بتعرف هو نسيت شو بعرف مش ذنبها هدول اشياء ما انا على طول عندي شخصيتين يعني ايجو الايجو مش عالي مش ايجو عندي شخصيتين انا بحياتي تقولها سريعا هاكل وجاكل اذا بدك أيه. عندي وحده هيدي على البحر هاي الشخصيه على البحر الكاجوال وعندي الشخصيه ما تقليدية. فوق الألف ما لا بعدين كمان عنده عنده جانب تقليدي شخصيه ثانيه ما فوق ال2000 متر أيه. عرفتي كيف شروال أيه. عندي اياها عندي اياها ايه يعني هلا صاروا بيعرفوا كلهم انه بدهم يعزمونا لنا بيعملوا تليفونين ايه ممنوع نقول الو ورد تعي جيبي باسم معك اذا غريب اذا اصحاب ايه كثير لا ما عندنا ايه مشكله اذا كثير كثير اصحاب منهم بقول له دقت اثنين بدنا نروح لعندهم او شيء ايه مش مشكله بس اذا شيء رسمي هو قبلي صار هو قبلي بتعترفي لي بشغله كوني صريحه معي قولي وصلتهم شي مره دعوه اتصلتي بالمخفي وقلتي لهم ظبطوها تنقدر نجي احسن ما يزعل باسم ايه عملتها مشان هيك ما بقى حدا يعمل غلط صاروا بدقوا له قبل خاصة تبع الأعراس بوقت العرس عم بيجونا كروتة رسمية مثل أي كابل يعني مش إنه كابل معروف أو ممثلة معروف لا 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 كابل بيجينا دعوة طبيعية باسمه وحرمه وعقيلته وعقيلته وعقله مش عقيلته أمتين بيطلع فيك الرجال اللبناني الطربوش والشروال أمتين بيطلع مثل اي شخص بعتقد يعني انه اخر مره طلع امتين هيدا الشيء هي بقصه الدفع واللي هو الاشياء بالمطعم ما نحن جايبه وحده ما بطيق ممنوع انت تدفع الا اذا انا اذا نسى جزانه بالسياره هودي اشياء ايه بس هو من الاساس هيدي ممنوع انت تدفع صار مشاكل عليا هيدي طب مين مصروف البيت قايم على مين؟ اثنيناتكم بتصرفوا بالبيت ايه اثنيناتنا نصرف بالبيت بس انا ما بجيب اغراض هي بجيب اغراض يعني ايه قصدك المادة اثنيناتنا مع بعضنا يعني في اوقات لا مثلا الست بيكون الحمل علي او الرجال الحمل كله علي لا لا لحل كيف نحن يعني سمبل لانه نحن فنانين بيجي اخر الشهر بشتغل انا هي ما بتشتغل تشتغل هي انا ما عم بشتغل عرفتي كيف نشتغل تنيناتنا احلى واحلى بنعمل الاكسترا اللي بدنا اياهم بحياتنا عرفتي كيف طبيعي قبل ما نتجوز كان كثير يلومني انه انا كثير مستقله يعني هيك مثلا بحكي بنفوت على المطعم بليز نقي لنا الطاوله مو المعروف هيدي الطاوله هو راي ماشي مثلا لحظه ورد لحظه روق كنا يصير مشكل علي كذا مرة يعني ما كنت معودة إنه أنا دايما لأنه بحكم ظهراتي أوقات أنا وأصحابي بنات يعني أو شيء حياتي الطبيعية مش دايما ما إنه معودة يكون عندي دايما بوي فريند يعني أوكي فنحن بنحجز بنروح وبنقول للجارسون مثلا هيدي الطاولة مش عجبتنا هي حط لنا هي ومنا يعني هودي عرفتي كيف مين المبذر ما كان يحب مين المبذر ما كان يحب لأنه يقول لي هودي أنا بعمله أنت خليكي انت كلاس بتعمل شيء انا بنقر انا بحجوز انا بعمل مين المبذر اكثر فيكم؟ مين بيصرف اكثر من الثاني؟ باسم يمكن اكثر بيصرف انت حريصه اكثر بالمصروف؟ ايه مش النسوان دائما هيك بيفكروا بيقولوا انه النسوان مكتسبين انت هيك؟ لا لا